مشروع قانون العدالة الانتقالية يعود من جديد إلى واجهة الأحداث، يوم دراسي للتعريف بأسس هذا المشروع وآلياته وفتح باب النقاش مع نواب المجلس التأسيسي من أجل تفعيل مسار انتظره الكثيرون أملاً في جبر الضرر ورد الاعتبار. اعتبر انه عوض تجزئة مسار العدالة الانتقالية الى هذا متاع قضاة وهذا متاع محامين وهذا متاع درشنوة، نعمل منظومة كاملة. عندك بالمقابل منظومة فساد، عندك منظومة عدالة انتقالية. سقط راس بن علي بقات منظومة الفساد، يلزمنا منظومة كاملة تاع عدالة انتقالية وهي متوفرة في هذا المشروع، في حين انه القوانين الاخرى من تحسين الاخير هي تجزأ العدالة الانتقالية ثم تقسم التونسيين ولا توحدهم. تفعيل مشروع العدالة الانتقالية استغرق وقتا طويلا حسب الملاحظين، فالبلاد في حاجة ماسة إلى منظومة جديدة من أجل الإطاحة بمنظومة الفساد التي خلفها النظام السابق. مسألة زمنية مسألة نسبية، يكفي أن نعلم أنه قبل الانتخابات لم تقطع أي خطوة في اتجاه تأسيس العدالة الانتقالية، وأنه كنا أمام خيارين، إما المسارعة والزهد في الحوار أو تأسيس هذا المسار على أسس صلبة من خلال انبثاق مشروع القانون من حوار وطني تشرف عليه اللجنة تمثل المجتمع المدني، وهذا ما تم. ولكن هناك تجارب أخرى عمدت إلى التسرع وهي حاليا في مأزق، كالتجربة اليمنية مثلا. ليس الأهم هو المسارعة في سن قانون ثم عدم إيجاد المداخل المناسبة لجمع التوافق حوله، ولكن السعي إلى التوافق منذ البداية هو الأنجع والأنجح. مسار العدالة الانتقالية تراقبه عن كثب عين المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتحفيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في صياغة هذا القانون. حقيقة كانت تجربة تشاركية قامت بها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وشاركت جميع الجمعيات اللي هي معنية بالعدالة الانتقالية وهما اللي تولوا هذه الصياغة. وإحقاقا الحق لم نرى أي شكل من أشكال الضغط أو التوجيه من طرف الوزارة، وكان عملها معنا حقيقة تعامل يعني إيجابي بدون أي قيد أو شرط. مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية سيمهد السبيل لإماطة اللثام عن إرث الماضي من الانتهاكات وإرساء العدالة في تونس. كشف الحقيقة والمصارحة ثم المحاسبة وصولا إلى المصالحة الوطنية، ذاك هو التمشي الذي ستتخذه العدالة الانتقالية من أجل رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات وتسريع الانتقال الديمقراطي في تونس. منيرة شريفي، قناة المتوسط، من داخل المجلس التأسيسي تونس.